متابعة مسلسل اللحوم الفاسدة الذي تتكشف حلقاته تباعا، أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة أن مفتشي مصلحة حماية المستهلك موجودون على الأرض في مختلف المناطق اللبنانية، لافتة إلى أنهم يجرون دوريات مستمرة تتعلق بكل الأمور التي لها علاقة بسلامة الأمن الغذائي للمواطن وليس في موضوع اللحوم الفاسدة وحسب. وفي سياق متصل عثر بين بلدتي المرواني والداودي في الزهران صيدا على كميات من اللحوم الفاسدة في صناديق كرتونية فاق عددها 120، وكانت ملقاة في مكب للنفايات. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الجهة الفاعلة قبل أن تتولى إحدى جرافات بلدية المروانية طمر الصناديق حفاظا على السلامة العامة والبيئة، فيما نددت جمعية تجار بيروت في مؤتمر صحفي بهؤلاء الذين سمتهم تجار الموت وبأفعالهم الجرمية رافعة الغطاء عن أي مرتكب. تعلن جمعية تجار بيروت أنها تضع كل إمكانياتها في تصرف الدولة وأجهزتها لحماية المستهلكين واجتثاث المرتكبين والفاسدين والمفسدين من الجسم التجاري، وتحتفظ الجمعية لنفسها إذا لزم الأمر بإمكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وإجراء المقتضى القانوني المناسب بحق كل من قد يشوه ويلطخ سمعة القطاع التجاري. غرفة التجارة والصناعة والزراعة أعلنت من جهتها عن وضع خط ساخن في خدمة المواطنين لتمكينهم من الحصول على المعلومات الدقيقة بالنسبة إلى أسماء المؤسسات المتورطة في فضيحة اللحوم والأغذية الفاسدة.